دكتور عبد الوهاب الغندور مره تانية اهلا بحضرتك. ووزير التعليم اهلا يا فندم. وزير التعليم كمان اوضح عوده الحضور للمدارس 10 مارس بدون غياب بجداول الترم الاول للحضور مع تشغيل مجموعات التقويه. شايف ازاي حرص الدوله على استمرار العمليه التعليميه نظرا لمصلحه الطلاب مع التشديد في نفس الوقت على الاجراءات الاحترازيه؟ هقول لحضرتك بالتجربه، احنا بنشوف الولاد ما بيروحوش المدرسه، هل البديل انهم بيكونوا قاعدين في البيت لا ملتزمين بعزل، ولا في بعض الاحيان بتتفاقم الامور وتزداد سوءا وتعتبر المدرسه في كثير من الاحيان نوع من انواع العزل للطلاب ما بيمارسوهوش في الاجازه. فاحنا في النهايه مش عايزين نقعد الولاد في المدرسه عشان ننشر ونزيد تعرضهم للفيروس، عشان ينزلوا يروحوا المول او يروحوا وهينزلوا يروحوا بالظبط. ودي بالتجربه حصلت. فاعتقد في كثير من الاحيان ان الدراسه تبقى موجوده سواء منتظمه يوم بيوم او تبقى مجموعه منها اونلاين ومجموعه تانية مش اونلاين يومين في المدرسه او وخلافه، اعتقد ان كل ده مهم جدا. ان مع تطبيق الاحتياطات الاحترازية مهم جدا انه يدينا فرصة ان احنا نسيطر على الولاد اكتر من قدرتنا على السيطرة عليهم لو قفلنا المدرسة. طب يعني شايف ان فكرة العودة مع تطبيق الاجراءات من الممكن ان هو يحافظ عليهم وعلى اسرهم اكتر يا دكتور؟ انا شايف كده بالتجربة. طب من ضمن كمان قرارات وزير التعليم ان امتحانات الثانويه مش هتبدا قبل شهر يوليو المقبل. الدوله ازاي تعاملت مع امتحانات الثانويه العامه بشكل يراعي مصلحه الطلاب؟ امتحانات الثانويه العامه على حسب ما شفت موجوده او على حسب ما سمعت هتبقى في يوليو، مظبوط؟ صح، في يوليو. واعتقد ان في الوقت ده ان شاء الله تكون كورونا خلصت خالص او تكون الموجه مش في الحده بتاعتها، لاننا بالتجربه برضو شايفين انه في الصيف بيحصل انحسار للحالات. فيعني اسوأ الفروض وان شاء الله ما يكونش موجود، اعتقد هتكون المشكله دي قلت بنسبه كبيره جدا. طب قراءتك ايه لتصريحات الوزير بان مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل الطلاب؟ احنا كان عندنا تحدي رئيسي هو الدراسة الاونلاين. الدراسة الاونلاين كالتشر جديد خالص على مصر، واعتقد ان من حسن الحظ ان وزارة التربية والتعليم قبل مشكلة كورونا دي كانت ابتدت تدخل الثقافة دي في الدراسة في المدارس. لو ما كناش ابتدينا البداية دي اعتقد التحدي كان هيبقى اكبر بكتير، لانه بداية الوزارة في ان الدراسة تبقى اونلاين والتابلت والكلام ده كله خلى الشغل يتم في تطوير البنية التحتية، لان دي نقطة مهمة جدا مع وزارة الاتصالات. فكانت قطعت شوط كبير الدولة في الدراسة الاونلاين، وبالتالي اما جت يمكن الازمه بتاعت كورونا في بدايه 2019 كان في خطوات اتخذت في هذا المجال، وابتدت تطبيق الدراسه اونلاين تسعف في هذه الازمه. لو ما كانش يمكن الموضوع ده حصل، اعتقد ان كان هيبقى في تحدي كبير جدا انه الطلبه تعدي السنه اللي فاتت بنجاح او باقل الاضرار الممكنه. احنا برضو مش عايزين نكون متفائلين اكثر من اللازم ونقيم الوضع صح. فانا اعتقد انه السنه اللي فاتت عدت باقل الاضرار الممكنه في ضوء الامكانيات المتاحه نتيجه لجهود سابقه عن ازمه كورونا، وجهود دي اعتقد انها استمرت وتم تكثيفها في تطوير البنيه التحتيه الخاصه بالاتصالات والانترنت والكلام ده. فقدرنا نعدي المرحلة الأولى أو الضربة الأولى بأقل الخسائر الممكنة، وده في حد ذاته مؤشر من مؤشرات النجاح. طب لو رحنا للتعليم عن بعد وأهميته، إزاي فرضت أزمة كورونا فرص التعليم عن بعد يا دكتور عبد الوهاب؟ توفير منصات ومصادر تعليم رقمي، يمكن نقدر نقول انه صحيح ده كان يعني خلينا نقول كان في الخطه، ولكن يمكن الازمه سرعت من ده.
التعليم عن بعد، أنا مش عايز أقول إن التعليم عن بعد هيغني عن التعليم في الصروح التعليمية، ولكن التعليم عن بعد بيساعد وبديل في كثير من الأحيان. ما نقدرش، ما هوش بديل عن التعليم التقليدي، ولكن هو بيؤدي أو بيساعد التعليم التقليدي باستخدام التكنولوجيا اللي موجودة حاليا. في تخصصات كتير جدا ممكن يتم فيها التعليم عن بعد بنفس الكفاءة بتاعة التعليم التقليدي. التخصصات دي كلها أما نتوسع في التعليم عن بعد فيها، نستطيع إن إحنا نقلل التكدس اللي بيحصل واللي بيستنزف إمكانيات كتير من الهيئات التعليمية. وبالتالي هو مطلوب، وابتدينا أو الأمر الواقع حطنا فيه أو اضطرنا إلى اتباع هذه السياسة، وابتدينا نشوف الأدوات اللي إحنا محتاجينها وإزاي ننميها عشان نتوسع في التعليم عن بعد. بنسمع عن جامعات كتير قوي بقت مكتظة بالطلاب، وإمكانيات الجامعات ما تقدرش البنية التحتية تستحمل هذا، وده بيؤدي في النهاية إلى انخفاض كفاءة العملية التعليمية. فأنا لو قدرت أقلل التكدس ده عن طريق جذب مجموعة من التخصصات إن التعليم فيها يتم عن بعد، هبقى أولاً قلل استهلاك البنية التحتية اللي بيحصل، وفي نفس الوقت قمت بتحقيق زيادة في فاعلية العملية التعليمية، سواء في التخصصات اللي بيتم فيها التعليم عن بعد أو التخصصات اللي في بعض الأحيان بنضطر فيها إلى التعليم التقليدي.